بيتاس يلوح باتخاذ الحكومة إجراءات جديدة بعد 15 يوما. لوح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس باتخاذ الحكومة إجراءات جديدة بعد انتهاء مهلة 15 يوما التي حددتها لدراسة الوضعية المتعلقة بمتحور أوميكرون. وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن دور الحكومة الأساسي هو حماية المواطنين، مؤكدا أن الحكومة واللجنة العلمية تفكران في سبل الحفاظ على المكتسبات وفي نفس الوقت السماح بانتعاش القطاع السياحي. وأكد بيتاس أن اللجنة العلمية تشتغل حول الموضوع والحكومة تنصت لها فيما تتخذه من قرارات. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت قد قررت إغلاق الحدود الجوية للمملكة ووفق جميع الرحلات من وإلى المغرب، وذلك منذ يوم الاثنين 29 نوفمبر المنصرم ولمدة أسبوعين.